أهلا بكم في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. لبنان المجمد سياسيا بفعل الفراغ الرئاسي والتعطيل الحكومي، مضافا إليهما عطلة الأعياد، ينتظر ثلوجا طبيعية ابتداء من الغد قد تجمد حركة المواطنين لأيام، خصوصا أن الأبيض الموعود سيلامس السواحل بحسب توقعات الأرصاد الجوية. وعشية حلول السنة الجديدة خرقت عين التين جمود الساحة السياسية، حيث نقل نواب لقاء الأربعاء عن الرئيس نبيه بري قوله إن الصورة قاتمة وعلى اللبنانيين أن يحموا بعضهم. وللاطلاع على أجواء ومواقف الرئيس بري التي رشحت عن لقاء الأربعاء، معنا مباشرة من عين التين باسل العريضي. باسل، ماذا في تفاصيل أكثر لكلمة الرئيس نبيه بري؟ بالواقع كلار، يعني كما ذكرت، ربما الجمود شبه الجمود السياسي اليوم كسره لقاء الأربعاء. اليوم خلال هذا اللقاء تطرق الرئيس نبيه بري إلى عدة أمور. بداية، كان هناك أمل بتفعيل وتشديد على ضرورة تفعيل عمل الحكومة، مشددا على أن الأولوية تبقى الانتخابات الرئاسية. وأشار خلال هذا اللقاء على أن المنطقة تشهد تطورات كبيرة جدا ومتسارعة، وربما سيكون هناك تغيير في الخريطة على أنقاض سايكس بيكو. وأشار الرئيس بري على أنه أمام هذه التطورات المتسارعة لابد للبنانيين من أن يقوموا بإنجاز الاستحقاقات وتحصين المؤسسات الدستورية والاستقرار العام. وختم يعني اليوم في هذا البيان كلامه عن العام 2015 بكلمة تنذكر وما تنعاد. النواب خلال مغادرتهم عين التيني كان هناك عدد من التصريحات أشاروا فيها إلى مجمل هذه الأوضاع، إضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى التي تطرقوا إليها سيما الاستحقاق الرئاسي والتطورات الميدانية التي شهدتها منطقة الزبادين تحديدا على الحدود اللبنانية. على أي حال كلارا، سنستمع إلى أبرز ما جاء من تصريحات لبعض النواب عقب انتهاء لقاء الأربعاء. نعم. عنده مقاربة مختلفة عن قراءة كتار من الناس، عنده خشية مما يحصل من تطورات على مستوى المنطقة، إذا كان انهيار سايكس بيكو بشكل نهائي أو إذا كان تفتيت أو إذا كان تقسيم أو إذا كان تقطيع أوصال وخلق مجتمعات حديثة عن طريق نظرية حدود الدم اللي عم بتصير. هيدي مقاربة وقراءة لدولة الرئيس أكيد بتحمل نوع من القلق، على ذلك انه مفترض كلبنانيين نحن نشوف هيدي الصورة بشكل كامل لحتى نلم بعضنا بالبلد هون ونحمي ونحصن هيدا البلد، وبالتالي انه نجنب بلدنا امكانية او احتمال حصول اي مقاتل. على ذلك انه انا لنا كلبنانيين ان نرتقي بأدائنا وسلوكنا الى مستوى دقة وخطورة المشهد السياسي اللي عم نقرأ، ونلم على بعضنا ونبتدئ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وإذا ما قدرنا لا سمح الله، لا يعني التصويب على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب، نستمر بسياسة جلد الذات، تعطيل مؤسساتنا كرمال هيدي المسألة. حتى نقول أنه سنة 2015 تنذكر وما تنعاد لعدة أسباب. هلا اكيد نحن بالنسبه لنا الانتخابات رئيس الجمهوريه وغيره، اكيد نحن عندنا راينا وما زلنا عند راينا انه هناك شوائب دستوريه كثير كبيره بقضيه انتخاب رئيس الجمهوريه، وكل ست سنين عم نوقع بنفس المطب وبنفس المشكل، لانه هناك عرف بلبنان بطريقه انتخاب رئيس الجمهوريه اللي هي عم بتسبب هالامور هيدي كلها سوا. عمليه الزبداني جعلت الحدود اللبنانيه اكثر امنا، ما تبقى من فلول تكفيرية في جرود عرسال هي مطوقة ومستهدفة يوميا، وهي عديمة الفاعلية في تهديد الأمن اللبناني إلى حدود بعيدة. وكذلك الأمر، نحن نتمسك بكل الأطر الحوارية التي نخوضها على المستوى الثنائي وعلى المستوى الجماعي كذلك. ليس لدينا من أعداء سوى الأعداء التكفيريين والعدو الإسرائيلي بالأولوية.
شكرا للزميل باسل العريضي، كان معنا مباشرة من عين التيني. في الشأن الرئاسي، أكد رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة أن طرح انتخاب سليمان فرنجي لم ينتهي، لافتا إلى أن الرئيس سعد الحريري جاد ومتمسك به. وكشف السنيورة أمام زواره أن مبادرة ترشيح فرنجي ما كانت لتتم من دون تفاهم سعودي إيراني غير مباشر، وأوضح أنه جرى إقناع الأمريكيين والأوروبيين بها وليس هم أصحابها، لافتا إلى أن تخفيف اندفاعاتها لاحقا مرتبط بكون طهران عادت واستخدمت المكابح وفرملت تجاوبها مع المبادرة، إضافة إلى أن هناك اعتبارات داخلية مؤثرة تمثلت في مواقف العماد عون والدكتور جعجع والرئيس الجميل. نشر رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جملاط على حسابه على تويتر صورة له في مطار القاهرة خلال الزيارة التي يقوم بها إلى مصر، وعلق جملاط على الصورة بالقول: لقاء في مطار القاهرة مع الأنبا، عرفته عن نفسي، ما سمع فيه نيالو. أمريكا تتهم روسيا بقتل مدنيين في سوريا وموسكو تنفي. جددت الولايات المتحدة انتقادها للضربات العسكرية التي تنفذها المقاتلات الروسية في سوريا، معتبرة أنها تساهم في تعزيز قوة تنظيم داعش وتقتل عشرات المدنيين وتجبر عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم وتدمر البيوت والأسواق. جاء ذلك خلال الموجز الصحفي للخارجية الأمريكية، وأعرب متحدثها مارك تونر عن قلق بلاده من هذه التقارير التي تتحدث عن عدد مرتفع من الضحايا الناجم عن الغارات الروسية فوق المدن السورية. وأعلن تونر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعرب لنظيره الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي عن أسفه لمقتل قائد جيش الإسلام زهران علوش في غارة جوية في غوطة دمشق الأسبوع الماضي، وقال إن واشنطن لديها حتما تحفظات على خطاب وتكتيك جيش الإسلام الفصيل المعارض الأقوى في ريف دمشق، لكنها لا تغفل أن علوش كان مستعدا للمشاركة في مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة. الرد الروسي على اتهامات واشنطن جاء سريعا عبر ديمتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، الذي شدد على مهارات القوات الجوية الروسية والتي تحول دون سقوط ضحايا بين المدنيين في سوريا، وقال: إننا نقصف الأعداء بدقة، وهم بالطبع يحاولون الاختباء في ملاجئ محصنة ومخابئ خاصة وكذلك بين المدنيين، لكي يؤدي القصف إلى سقوط الكثير من الضحايا في حال توجيهنا ضربات غير دقيقة. بحث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور المملكة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. وخلال الزيارة أعلن أن العاهل السعودي وأردوغان اتفقا على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي والاستثماري بين الرياض وأنقرة، يديره وزيرا خارجية البلدين، والهدف منه إيجاد نقلة نوعية في العلاقات المتينة بين تركيا والسعودية لتكون فعلا علاقات استراتيجية. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو الذي يرافق أردوغان في زيارته إلى الرياض، أدان اغتيال قائد جيش الإسلام زهران علوش، معتبرا أنه لا يخدم العملية السلمية في سوريا. نعتقد أنه محاربة أو اغتيال زعمات أيدت حل سلمي وتحارب داعش في سوريا لا يخدم العملية السلمية في سوريا. أنا لا أعرف ماذا يدور في أذهان الروس، وما أعرف ما هو السبب الذي يجعلهم أن يقوموا بعملية مثل هذه، ولكن أعرف أنه إذا ردنا الوصول إلى حل سلمي في سوريا يجب أن يكون التعامل مع كل الفئات السورية التي أيديها ليس ملطخة بالإرهاب. أهلا بكم من جديد. أصدقاء الشهيد سمير القنطار يلقون تحية الوداع لعميد الأسرى من أمام المركز الدولي للصليب الأحمر. تحية وداع لعميد الأسرى الشهيد سمير القنطار نفذها مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في وقفة تضامنية شارك فيها حشد من الشخصيات اللبنانية وعوائل الشهداء وقيادات فلسطينية أمام المركز الدولي للصليب الأحمر في الحمراء. نقف هنا كي نودع سمير الأسير المحرر وكي نستذكر معاناته وتضحياته الكثيرة والكبيرة جدا والتي لا يمكن أن يغفلها الزمن مهما تقدم. سمير القنطار القائد في المعتقل،
سمير القنطار المناضل في المعتقل وسمير القنطار المقاوم في المعتقل. أنت بطلاً مقاوماً على شواطئ فلسطين، ثم أمسيت جريحاً وحراً معتقلاً، ثم حراً سيداً مقاوماً، ثم تحولت شهيداً وانضميت إلى قافلة الشهداء. لنقول أن سمير القنطار صحيح دفن في لبنان، لكن روحه وجسده تسكن فلسطين. شقيق القنطار لفت إلى أن للوقفة أمام رصيف الصليب الأحمر دلالة سياسية وإنسانية ورمزية كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الوقفة هي وقفة عهد ووعد بأن الوفاء لدماء سمير القنطار هو باستمرار النضال من أجل تحرير جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وحلفائه. إن العدو الصهيوني الذي ارتكب الجريمة الجبانة في جرمانة، إنما بذلك إذ خرق الأعراف الدولية والقانون الدولي، فلا بأس أن نذكر من أمام رصيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذه الجريمة الجبانة هي خرق فاضح لاتفاقيات جنيف التي تحرم المس بالأسرى المحررين بعد إطلاق سراحهم. وكانت كلمة لرئيس مركز القيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، استذكر فيها صدى الاعتصامات والهتافات التي لطالما رددت من على هذا الرصيف تنادي بالحرية لسمير القنطار ورفاقه. نقلت صحيفة الأخبار عن مصادر أمنية أن عناصر من جهاز الأمن العام حضروا مساء أمس إلى الفندق الذي ينزل فيه وفد من وزارة العدل الليبية المكلف متابعة توقيف هاني بعل القذافي في بيروت، وطلب منه المغادرة فورا بسبب وجود تهديدات أمنية محدقة به. وبحسب الصحيفة فإن عناصر الأمن العام تولوا عند 9 مساء إيصال أفراد الوفد إلى مطار بيروت، علما بأن الوفد الليبي كان ينوي البقاء ليومين للقاء عدد من المسؤولين. وكان وزير العدل أشرف ريفي قد استقبل بعد ظهر أمس الوفد الليبي بعيدا عن الإعلام. وبحسب مصادر قضائية فإن الوفد طلب من ريفي إخلاء سبيل القذافي الموقوف لدى فرع المعلومات منذ 3 أسابيع. عثر على الجندي في الجيش عين عين من بلدة الدوسة العكارية الذي فقد منذ يومين. عثر عليه اليوم داخل خزان للمياه يعود لأحد أهالي البلدة، وهو بحالة صحية سيئة، حيث جرى نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة. وأفاد مراسلنا في عكار عن أهالي البلدة أن الجندي تعرض سابقا لمشكلة في إحدى المناطق اللبنانية، ومنذ ذلك الوقت يعاني من حالة نفسية سيئة. أهلا بكم من جديد. أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن عن سقوط مقاتلة بحرينية كانت تحلق صباحا فوق منطقة جازان على الحدود السعودية مع اليمن. وأوضحت قيادة التحالف العربي في بيان أن الطائرة البحرينية المشاركة في حملة التحالف هي من طراز F-16 وقد سقطت نتيجة خلل فني، مؤكدة نجاة قائدها. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال تفقده مدينة الرمادي بعد استعادتها من سيطرة داعش أن القوات العراقية ستتجه إلى الموصل معقل التنظيم. ووصل العبادي على متن طائرة مروحية إلى الرمادي وزار القوات العراقية المنتشرة في المدينة مثنيا على جهودها، كما قام بزيارة أسر كانت محصرة هناك. وقال العبادي إن القوات العراقية ستبدأ بالزحف لتحرير الموصل من قبضة داعش، متعهدا بملاحقة التنظيم وقادته في كل الأماكن التي يسيطر عليها في العراق. دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل رصد جوازات السفر السورية المزورة التي يستخدمها أشخاص يحاولون دخول أوروبا. وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية دعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الإجراءات الأمنية من خلال تفعيل المعدات المستخدمة في التحقق من وثائق السفر على الحدود الخارجية، لا سيما في اليونان وإيطاليا، مذكرا بأن انتحاريين من منفذي هجمات باريس في 13 من تشرين الثاني كانا يحملان جوازي سفر مزورين. كان في النشرة بري في لقاء الأربعاء الصورة قاتمة. نستمر بسياسة جلد الذات. أردوغان في الرياض والجبير يدين اغتيال زهران علوش.
لا يختم العملية السلمية في سوريا. سقوط مقاتلة بحرينية للتحالف في جازان ونجاة قائدها. وكان أيضا في النشرة نيال الأنبا مش سامع بجملات. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الظهيرة من قناة الجديد. موعدنا الإخباري التالي في النشرة المسائية عند 8:50. إلى اللقاء.